متابعينا وياكم هذه الانطلاقات الصباحية المميزة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن سباق المحلي الثاني في ثاني أيامه ومع سن الحقائق. نتابع معكم أيها الإخوة الكرام هذه الأشواط الممتازة والرائعة مع شعارات أبناء القبائل. الشوط التاسع عشر انطلق في هذه اللحظات بجديد الإثارة والتحدي والمنافسة الحاضرة مع شعارات أبناء القبائل. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة. شوط مليء بالأعداد ينطلق هناك على مدى الاثنين كيلومترات مع سن الحقائق وشوطا للإبكار. نبدأ مباشرة بالتعرف على الأسماء الخمسة المتقدمة مع البداية ومقدمة الشوط. نتابع مقدمة الشوط مشاهدينا الأعزاء. الشرود لعامر بن عبد الله بن حمد آل حسن الفيدة يقدم شعاره ويقدم الشرود في الصدارة والبداية. انصح الرقم على مقدمة الشوط ثلاثة او رقمها نعم ثلاثة هذه او ثلاثين الكايدة لمحمد بن منصور بن عبد الهادي بن نايفة. شعار بن نايفة مع المقدمة والصدارة من خلال انطلاقة الكايدة على مقدمة الشوط. بينما في المركز الثاني هذه الشرود لعامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيدة يقدم الشرود على المركز الثاني. ننتقل مباشرة الى المركز الثالث لنجد قيادة لسعد بن راشد بن سعد النابت المري القادم مع قيادة على المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز رقمها 33 هذه القادمة مشاهدين الأعزاء عنوان حمدان بن علي بن محمد الغفران المري الذي يقدم عنوان على المركز الرابع. وفي المركز الخامس خامس المراكز العنود لراشد بن علي بن محمد الفهيد المري. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة والخمس الأسماء المندفعة بهذا الشوط. ولكن لنا عودة إلى البداية والصدارة مع الكايدة وشعار بن نايفة على مقدمة الشوط من خلال انطلاقة الكايدة وبمعية الكايدة. نتابع التواجد من الشرود بشعار عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيدة. شوف الثنتين على مقدمة الشوط على خط واحد مشاهدينا الأعزاء مع 600 متر الأخيرة. في المركز الثالث قيادة سعد بن راشد بن سعد النابت المري والمركز الرابع قادمه ايضا عنوان. ونتابع الاسم الواصل شعار الشهواني قادم بتحدياته مع قرار ما يبنى لها طائلة في هذه اللحظات. يا سلام على هذا الشعار شعار الشهواني الذي يطمع بنقطة اخرى ايضا في هذا الصباح. ومن هناك نتابع العنود راشد بن علي بن محمد الفيد المري. هذه النتيجة واسم قادم وصلت ايضا الطاغية علي بن ناصر بن جار الله ما يبنى لها طائلة في اللحظات الاخيرة. يا سلام على داوى المنافسة. شوف الطاغية يا سلام يا سلام يا سلام اللي طغت بقوتها في هذا الشوط وحضرت حضور الكبار في اللحظات الأخيرة. علي بن ناصر بن جار الله مشكور يا بن جار الله على هذا الأداء مع الطاغية في اللحظات الأخيرة. سلام 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 يا طاغية سلام نجومية والأروع هناك في مقدمة الشوط. تهانينا لعلي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله على فوز الطاغية بالمركز الأول. بينما ثاني المراكز من وصلت مشاهدين الأعزاء الشرود لعامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيدة. المركز الثالث كان من نصيب قيادة لسعد بن راشد بن سعد النابت المري. والمركز الرابع وصلنا مع المركز الرابع ومن احتلت المركز الرابع الكايدة بشعار محمد بن منصور بن عبد الهادي بن نايفة. اما المركز الخامس فكان من نصيب بيان لفهد بن جابر بن حمد الحنزاب. هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء للخمس المراكز. اذا تابعنا هذا الشوط ولكن تابعنا الطاغية في اللحظات الأخيرة التي حضرت بقوة واستطاعت أن تخطف ناموس هذا الشوط بكل جدارة. تهانينا والناموس لعلي بن ناصر بن جار الله على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني هو 2:56 58 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن ناصر بن جار الله على فوز الطاغية بالمركز الأول في هذا الشوط. بينما المركز الثاني من احتلت المركز الثاني الشرود وتوقيتها الزمني هو 2:57 22 جزء من الثانية. تهانينا لعامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيدة على فوز الشرود بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فكان من نصيب قيادة وتوقيتها الزمني هو 2:57 62 جزء من الثانية. تهانينا لسعد بن راشد بن سعد النابت المري.